باقي الوشبر وسلام إلى الحيز العز وهل المعالي الوسالم فريد بخصله تعجز الأيام تجب أمثله وللغرام رجع وشيخ وسلالة وحفاد عمر عزوته والأهالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي الوسالم فريد بخصله تعجز الأيام تجب أمثله وللغرام رجع وشيخ وسلالة وحفاد عامر عزوته والأهالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي منه مثله في ظفار الأصيلة منه يمينه مثل سالم طويلة أبو محمد يشلها بالثقيلة ويعدل العوجة وما كان مالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي منه مثله في ظفار الأصيلة ومنه يمينه مثل سالم طويلة أبو محمد يشلها بالثقيلة ويعدل العوجة وما كان مالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي في عزبة فيها القبائل عديدة وأنا وحيدة درب وارضي بعيدة لما طروا اسمك ونلت المشيدة رفعت راسي فيك يا طود علي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي في عزبة فيها القبائل عديدة وأنا وحيدة درب أرضي بعيدة لما طروا اسمك ونلت المشيدة رفعت راسي فيك يا طود علي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي كرسي الذهب دايم على الجمع قايد وبالقطن شامخ وفي العرف رايد الحيز يا ناس مجدها دوم خالد ورجالها أهل الكلف وطوالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي كرسي الذهب دايم على الجمع قايد وبالقطن شامخ وفي العرف رايد الحيز يا ناس مدها دوم خالد ورجالها أهل الكلف وطوالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي يا ابو محمد ما توفيك الابيات ولا تزيل القول ورق العبارات يا من مقامك عندنا مثل ارزات ومحبتك تعلو على كل غالي قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي
يا ابو محمد ما توفيك الابيات ولا تزيل القول ورق العبارات يا من مقامك عندنا مثل ارزات ومحبتك تعلو على كل غالي قوم يا زاكل وشل الرساله الى نحيز العز واهل المعالي الوسالم فريد بخصله تعجز الايام تاتي بامثاله وللغرام ارجع وشيخ وسلاله واحفاد عامر عزوته والاهالي قم يا زاقل وشل الرساله الى نحيز العز واهل المعالي الوسالم فريد بخصله تعجز الايام تاتي بامثاله وللغرام ارجع وشيخ وسلاله واحفاد عامر عزوته والاهالي قم يا زاقل وشل الرساله الى نحيز العز واهل المعالي منه مثله في ظفار الاصيله منه يمينه مثل سالم طويله ابو محمد يشلها بالثقيله ويعدل العوجه وما كان مالي الحرف العوق نابه واعشق احيانا احس انها نديمه تشوف وابقى سقينا بابها ومسرابه واحيانا تدريني بريا تبكح للعيون انها عساله تابه وعادت الشاهين ما مطلب لك فقيناها الطير في مخلابه والليل بصغره يجيد القرب كل ما قواها الجوع غزر نابه درب المراجل شرقها والغرب بي اتجاه المرقله كالقابه شر وصليت على غشاه القرب تلقى عليها الرافيات احجابه شر وصليت على غشاه الكرب تلقى عليها الضافيات احجابه وان جمعوه العرض مي في الشرب يا لشرف كن العسل يا حلابه ونقفل الباب بوجهه قبل يطرقه ولا يوقف المحرابه ومن جاب الاداعي فيه السف واحضرت حين الضيف او تغتابه ومن عنف اعراض البشر ودبدب الله العرضه ولا يحجابه والمرجله لا من دهمها خطب جامت تدور واحد انت الخابه جامت انا بوجهك سرير الارض وخطوه تسبقني وانا الخطابه سالم انا ودي اليك انسب اسمك وصيدك ينهب النهابه فيك الفحول البيض لي تنحب والعز يمشي لك كذاب البابه قال لي ورطت وطيه من كل قلب ورفعت اسم المبتدا واعرابه المجد يحمي لك حبيب عبير والعروض الظاهره خبابه هذا اليمان النود لما هب ريحه سود الخير في قلبابه هذا اليمان النود لما هب ريح نسود الخير في قلبابه كسر القراول يا ربي الاشهب رسم الحروف القافيه تزهابه ذوت سنامي وعزوتي واللب بكل ضاع الارض ما القابه ويوم المراجل تنحني وتكب وتقول انا بوجهك عن الكذابه قال ابشري بالثار من كل خطوه اضفى عليها الستر لي اطلابه وابخرها ظهرا جديدا صر والحق مطلب له هو طلابه والمرقله صارت رفيق القرد نذرا عليه يرفع لها السبابه هذا بشوري كريم الاب يوم الطعون انها يا تدفال هذا بشوري كريم الاب يوم الطعون انها يا تدفال من يسلمت من مكانته من مكانه يفداك انت شلت هذا الفرق يفداك من ميل على الجود جاءه ياهي الفعل الخير طاغي ميون يا من تخدع عمال واهضل البال برهنت بافعالك مضامين طرق البعض خانه وتقاعد زمانه وانت زمانك حافظ العهد حر هذا من يشهد وينطق لسانه اطفى على الجودات عرضك وطولك الله يجنبنا تقاليب الاحوال ابيات ثانيه الله يجنبنا تقاليب الاحوال اللي ترجع عيشه العز هون لتسحب الوافي الى باب الانذار او منهم يضرب ايادي المعونه كان الرجل في عصرنا غير رجال الا اذا غير طباعه ولون ان قال قال الظلم والحق ما قال حتى لو انه شايفه في عيونه داير مجامل ويتمرق بامال يوصل لدرجه عاليه في ظنونه
وإذا وصل درجة ومنصب وأموال يشوف نفسه فوق والخردود. الرجل ما ينقاس إلا بالأفعال، ولا المناصب من ربطها تخون. لو هي مدينة أو تورث للأجيال ما كان شفنا من إفار الحصون. كم واحد قدم على اسمه الذات دكتور، كم واحد قدم على اسمه الذات حتى البشر من عين دابه يرون. وإذا عرفته ما وصل قيمة ريال وصلها أغلى منه تلفون. العدم ثور بس في رؤوس عقاد يصور من قوله وفعله يصور. اللي ضميره ليل ونهار شقاء ليقيم يومه بحزم ومرور. مفتوح بابه ما وضع فوقه أقفال. تاجر كرم يعرف يحصل زبون. كم واحد انقاد وتقاعد ولا نال شكر وبعد القاعدة طار كون. وكم واحد لما تقاعد مع شال منصب جديد بعين شعبه ومر. كم واحد انقاد وتقاعد ولا نال شكر وبعد القاعدة طار كون. وكم واحد لما تقاعد مع شال منصب جديد بعين شعبه ونونه. هذا ركونه قد بناها بالأقوال وهذا بأفعاله مؤسس الكون. مصيرك ان الوقت بكير ومثال اما بسيرة عز ولا بهم. ابيات يا طوفان مهراس طوفان. نعم نعم ابيات يا طوفان مهراس طوفان تطري مواطفة خطراك المجيدة. مواطفة من نسمة الكماطير حتان كل يوم تتجدد بحالة جديدة. هذا الوالي تراغرها وضعها لو كان مصر أو مدور جديد. لو كان هذا الفقر في هيئة إنسان لاختارك أنت دون تفكير سيد. لو كان هذا الفقر في هيئة إنسان لاختارك أنت دون تفكير سيد. شامع مع الشدات كشبوك سمحات ما تردد ما أثرت فيك الأوراق الجديدة. تعطي ولا توقع على الشكر حسبان. الله تعطيك حظ ينظر عبيده. تعطي ولا توقع على الشكر حسبان. الله تعطيك حظ ينظر عبيده. منتهي من أمي إن وقف يوم موعد يترقب الإطلاق وسط الجريدة. منتهي من أمي إن وقف يوم موعد يترقب الإطلاق وسط الجريدة. يوم التقاعد في بلاد وبلاد يا أبو محمد سلم قرار مشيدة. فيها وقصايد فيها وقصايد والمداية وعرفات وانت بذاتي سلم شوية كرسي الذهب دايم على الجمع قايد وبالقطن شامخ وفي العرف رايد. الحيز يا ناس مجدها دوم خالد ورجالها أهل الكلف وطوالي. قم يا زاقل وشل الرسالة إلى نحيز العز وأهل المعالي. كرسي الذهب دايم على الجمع قايد وبالقطن شامخ وفي